اخوتي ها لا شغل وعمل كل احنا بطاله والميت نظل احنا على هالحاله قابل احسن منا وائل كفوري 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 أعزائنا المشاهدين جمهورنا العزيز الحاضر ويانا اليوم حلقتنا مهمة جدا 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 وهي عن العطالة والبطالة هذه المشكلة الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي طبعا أنا بالنسبة لي أقول هذه أكبر مشكلة وأخطر مشكلة يمر بها المجتمع خاصة الشباب العراقي الموجودين طبعا ويانا اللي يشتغلون والما يشتغلون واللي موجودين خارج العراق وداخل العراق وأيضا اللي يشتغلون والما يشتغلون طبعا هذه المشكلة هي أكبر مشكلة بسبب هاي المشكلة تخلق العصابات والانجرار وراء السرقة والإجرام لذلك ارتئينا اليوم أنه نستضيف أحد هالوزراء الموجودين وهو وزير الشؤون الاجتماعية رحبوا معي Thank you.
العمل لو انت من عمل اماراتي والله. شنو الدخان؟ شنو احنا بوي؟ يا دخان بس غير الديكور هيك، غير قناتك هاي بس شو بقول لك؟ لما جربتش وروحي لاهلك، اليوم اخر يوم هاي القناه. اقول لك انا مذيعه عندك لو مرتك. شو بقول لك؟ راح اجيب ام زوجتي عمرها 187 سنه احسن منك بالاذاعه. شنو انت ما تقول؟ شنو انت؟ انت مذيعه بالرقص دمرتينا. غير نحرك لك شويه البرنامج. اخير يوم اقول لك. دمشي كب بنطرنك لتوقع. دمشي مع السلامه. هلا دي يلا دق علي بس الدقمه شكولات. هاي يلا نستضيف ويانا اليوم وزير الشؤون الاجتماعيه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا شرفتنا ونشكرك جدا. اهلا وسهلا بسيادتك. شكرا لكم وللشرف. شكرا جزيلا. طبعا احنا نشكرك انه لبيت دعوتنا وتركت كل شغلك واجيت. لا بسيطه ولا يهمكم، انا اصلا قاعد بالبيت لا شغل ولا عمل. قلنا نلبي دعوتكم نتلهى كم ساعه يمكم. مبين لا حمايه اليوم ولا مرافقين. شو تسوين ايدي عامله ما موجوده، قلنا نعتمد على نفسنا. طيب استاذ سيادتك شنو رأيك بمشكلة العطالة والبطالة؟ مو تعتقد هاي مشكلة كبيرة؟ لا أبداً مو مشكلة. هذه سابقاً كانت أكو مشكلة، لكن الآن كل واحد ببيته موبايل وستلايت وإنترنت، يروح البيت يقضي الوقت كله يلعب بهذه وبهذه وبهذه. أي بس سيادتك النسب بدأت تشير إلى أنه 70% من الشباب العراقي قاعد بدون شغل وعمل، شنو رأيك؟ يعني شو تريدين؟ اشغل اني يا اهل يجي الوزارتي؟ ما يصير، احنا ما نشغل غير اصحاب الكفاءات. بعدين هذا مو صوتنا اختي، هذا صوت وزاره التربيه والتعليم، لانه دا تخرج ناس بيني وبينك نصر الدين. زين اقول لك، هي الشهادات شو لها علاقه بالتعيين؟ يا هو اللي يشتغل بحزب يشغله، اللي ما يشتغل ما يشغله، فضت وابوك الله يرحمه. شكو بيها؟ ليش ضايجة أنتي؟ شكو بيها؟ الأحزاب كلها وطنية، وهذا دلالة على نشر الوطنية بروح الشباب وبين الشباب. بعدين احنا يجينا الشخص يطلب وظيفة، ما نعرفه منين جاي منين رايح، لكن لما يجينا مرشح من حزب راح أكيد نعرف أصله وفصله. ها حليته، بس أنتم مسويها طائفية، كل وزارة وبيها جماعتها، تروح ذاك الصوب تلقى نفس الوزارة وجماعتها، تجي لهذا الصوب تلقى نفس الوزارة وجماعتها، يحلوها شلون؟ شكو بيها، أنت ليش ضايجة؟ أصلاً هذه مساواة، حتى ما تصير مشاكل بين الأحزاب. ها مساواة، حتى ما تصير مشاكل، هي المشاكل موجودة أستاذ، يعني مثلاً النسب بدأت تشير أنه نسبة كبيرة جداً من العطالة، الشباب العراقي وين راح ينجرف؟ ينجرف للعصابات والسرقة والإجرام. شو راح يحس الشباب العراقي؟ يحس نفسه كل فرد منهم خارج نطاق المجتمع. شكو بيها، وأنا شو أسوي لهم؟ مين أجيب لهم شغل؟ شو أصير أنا؟ ما تقولي لي، لعلمك أنا يا دوب لقيت لي هاي الشغلة. بعدين تعيد أقول لك، هو اللي اشتغل بعصابة يوميته 100,000 شلة بالوظيفة؟ هم صدق شلة بالوظيفة. وش مالي هذا الدقمة مدير القناة خابصني، أبطلش أبالك أنا عالة عليه، يقول لي فوق ما ملفيك. وانت من يلفيك؟ يا فدوة من يلفيني؟ ليش أنا؟ كم وحدة عندكم بالبيت مثلي؟ زين عوف هذا الموضوع، عوف هاي الفستوقيات، اسمعني زين. أقول لي بالمناسبة موضوع الشباب اللي يتخرجون من الكليات خطية فرحانين بشهايدهم ويطلعون ما يلقون ولا وظيفة، شنو ردك؟ شكو بيها، تعالي ضايجة،
ها علاش ضايجة؟ يروحون لبيوتهم عندهم مناهج، يراجعون المناهج، يقعدون شوية بالبيت يعني 24 ساعة بس يفترون، يراجعون المناهج منها الخمس سنوات الله يفرجها وتطلع لهم وظيفة. ها خطية، ينتظرون حد ما تطلع لهم وظيفة، سود عليه. طيب رسالة أخيرة توجهها للشباب العراقي شنو؟ شكو بيها أوجه لهم شبابنا الأعزاء، أرجوكم أرجوكم أنتو كبرتوا مو زعاطيط، اعتمدوا على نفسكم وأجدوا لكم فرص عمل. من هذا الاستاذ يا يمه نحييكم وياكم حشي رابه ومؤهان عتي. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم عن رفضها آلاف الطلبات توفير فرص العمل عن المواطنين، قائلة بأن إحنا نريد موظفين نعتمد عليهم، إحنا ما نريد نجيب ناس نعتمد عليها تاليها تموت ونقعد نبدل بيهم. اللي يريد يتعين يجيب تعهد بأنه ما يموت ولا تنفجر عليه مفخخة ولا يتكسر. هذا هو من جانب آخر يما قالت وزارة العمل إنه راح تغير اسمها في العام المقبل. شو شمي؟ شمي وزارة العمل. قال متحدث باسم الوزارة إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستقوم مشكورة بتسليم الشباب العاطل عن العمل استمارات تعيين ثم ملؤها سابقا ولكن يملوها من جديد. يطقطقون احسن ما قاعدي. ومن جانب اخر ردت وزارة العمل ايضا وقالت يا ابا احنا شعلنا من الاتهامات بشعلنا كثرة العاطلين والباطلين يا ابا، وقالت لا يا ابا لا تحشن ويانا، هو احنا كنا قاعدين الوضع كله بلا شغل ولا عمل في امان الله. قررت وزارة العمل منح مكافأة لكل موظفات الدولة، هو خلاط شوتيبة أحسن من الموظفة تقعد تثرم خيار وطماطة تلتهب شغلها أحسن، ويوم اللي نشوف الكهرباء تجي وشون يشتغل الخلاط. أمك ما تقبل منا حاجيك وروحي معلقة بيك، حبيب أمك ما تقبل منا حاجيك وروحي معلقة بيك، لك حبيبي وين عايبني وقلوب يا معود بطل من السال. يما يا يما يا يما يا يما يا يا يما. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومع برنامج حظكم ومع تحياتي أبو استبرق. أدري أني بس أريد أسأل سؤال عزيز المواطن عزيزتي المواطنة، أدري وين قالبين وين رايحين تعيشون برا بالخارج، ما تقول ليش عدكم بأوروبا ما دي وين رايحين، أدري تردون هناك تشتغلون ليش هو تعرفون انقلوزو ما تعرفون انقلوزو، زين شون راح تشتغلون؟ لا الأضرب من عده الأضرب من عده، أنتوا هنا عراقيين وتحشون عراقي وما حشغلكم، إنما ترحون برا تردوا تشتغلون. والله يا عمي أنتوا حظكم حظكم، خلي أشوف الله حظكم حظكم سالفته غمة. برج الجوزاء، برجك يا بعد الروح يخبل حيث سوف تجيك صفقة خبل، انت شو تسوي؟ سلب ابو الاولدز، مو سلب ابو السليبرتي، ابو الاولدز شايل مسدس، اما بالنسبه لابو السليبرتي، ابو السليبرتي فشايل خمس اوراق بالشكمشة، وكرر خمس اوراق بالشكمشة، وعود هم قولوا ابو استبرق مدى يشغلكم. السلام عليكم. هلا عيني خاله ابو سندس. هلا شو متاخر اليوم؟ مش عجب
وتعرف أزمة مواصلات ونقل، يعني أدور على وظيفة. حقك عيني أبو تغريد، أقول لك أبو تغريد يا أبا، سمعت الأخبار مال اليوم؟ يقول لك خوش أخبار بعرضي. شنو؟ شكو يا خبر؟ نايم ورجلك بالشمس طبعا أنت. أقول لك خوي، سمعت الأخبار؟ يقول لك اليوم وزارة العمل تعاملت ويا وزارة التجارة والتصدير. قول ليش؟ أي بخ ليش؟ يقول لك راح يصدرون البطالة والعطالة اللي قاعدين بلا شغل وعمل. أي بخ أي بخ أي بخ. أنت تعرف البلد عندنا منه هواية بعرضي، عندنا منه هواية. وذول البطالة يعتبرون ثروة وطنية خالي. هي بعرضي. يقول لك نصدرهم للدول المجاورة بلكي يستفادون منهم. أي بعرضي. بعدين يعني يقول لك راح يروحون لا شغل ولا عمل، بطالة بطالة يعني حدايق. حلو حلو أخو الشغلة. أنا ما أروح أنا أقعد أشتغل وياهم، أحسن ما أكتب قوافي ولا أزك كلمة بكلمة. كاتب دمرت نفسي، دمرت. كاتب كاتب اسمع سمعني من صلب الموضوع على الوظيفة. يلا خالد أكتب. ليش ما أكتب؟ يلا سمعنا خالد. شنو أنا ما أعرف أكتب أني؟ يلا يا أبي أنا أحسن كاتب. دكت يلا أكتب أقرأ. يلا هاي البداية. لا تلح، يلا أدخل بموضوع خالد. بويا بويا رايد وظيفة، هم يجي يوم واشتغل فالشغلة خفيفة يا معودين، مو اني رايد وظيفة وك، هم يجي يوم وعرج واغسل مليفة، مو رايد وظيفة والله والله أفض كل شغل وما عيفة، رايد وظيفة اطوني اطوني هم وظيفة، وللصبح وللصبح أرقص على متوح في هيفة يا محمدين، واني رايد وظيفة. سماعي بالله سماعي ابو تغريد عيني. نسمع منك. اعطيناك مجال، خلي اخوك الثاني هم يكمل وراك. يعني راح اجاوبك طبعا. الوظيفه؟ راح اجاوبك. اسمع اسمع تحضر. شنو عندك؟ كيف تحضر؟ اسمع خلي احكي، لا تنطنط كل شويه. لك يا وظايف، لك يا وظايف، إذا صار الكتل إيزي ولك من مرتي خايف، لك يا وظايف يا وظايف، وبالبوك بالبوك كلها حايرة جنك مشايف، لك يا وظايف، إذا برغ الوطن وإذا برغ الوطن ولك شو كنا سايف، لك يا وظايف ولك يا وظايف، والوطن باللوري والوطن باللوري، ولك واللوري لايف، لك يا وظايف.
شي وحم عليا.